اهلا اهلا، انت بتعمل ايه؟ لقيت المفاتيح دي فين؟ انا بدور عليها من بدري. عمو، انا لقيت المفاتيح دي هناك، بتلمع وشكلها حلو، وعجبني كمان شكل الابواب دي. قلت اجرب افتحها وادخل المدينة اشوف فيها ايه. انت مين والمدينة دي ايه؟ انا اسمي سانتو، ودي مدينة الأسرار، مش أي حد يدخلها. اللي بيدخلها بيطلع قديس حلو قوي، ويعيش مع بابا يسوع والقديسين على طول. أنا ماركو. طيب هو ليه اسمها مدينة الأسرار؟ الأسرار في مدينتنا مش معناها حاجة محدش يعرفها. الأسرار دي فيها حاجة جميلة، زي معجزة بتحصل وإحنا مش بنشوفها بعنينا. طيب هو ينفع أي حد يعرف الأسرار دي؟ آه طبعا، أي حد بيؤمن بربنا يسوع يقدر يدخل المدينة ويعيش الأسرار. تيجي ندخل؟ أي يا عمو، يلا أنا أفتح أول باب. استنى، الأبواب دي ليها ترتيب. أول باب ضروري نبتدي بيه باب سر المعمودية، وده مدخل كل الأسرار، من غيره ما ينفعش ندخل أي باب تاني ولا حتى نوصل السماء. عارف زمان أول حاجة عملها بابا يسوع في بداية خدمته؟ راح اتعمد على إيد القديس يوحنا المعمدان. إحنا كمان ولاد ربنا لازم نتعمد زيه. وإزاي بقى بنتعمد؟ بعد إنه ما بيتولد بأربعين يوم أو تمانين يوم لو بنت، بابا ومامته بياخدوه الكنيسة. أبونا بيحط الصليب على رأس مامته علشان تقدر تتناول، ويصللها عشان ربنا يسامحها، ويدهنها بزيت اسمه الزيت البسيط. بعد كده يحط الصليب على رأس النونو عشان ربنا يحميه من الشيطان. بعد كده الإشبين يلف ناحية الغرب عشان يصلي صلاة اسمها جحد الشيطان. أيها الشيطان، وكل أعمالك النجسة، وكل جنودك الشريرة، وكل شياطينك الرديئة، وكل قوتك، وكل عبادتك المرذولة، وكل حيلك الرديئة يعني إيه إشبين؟ الإشبين هو الشخص اللي هيبقى مسؤول عن النونو، مامته أو بابا. هو اللي هيعلمه الحاجات الحلوة، هو اللي هيحفظه الآيات والتراتيل، هو اللي هيخليه يحب ربنا والكنيسة على طول. النونو بقى بيتعمد على إيمان الإشبين عشان هو صغير ومش فاهم حاجة، والإشبين هنا بيصلي صلاة جحد الشيطان، يعني كل الناس اللي واقفين ممكن يقولوا معاه: أجحدك أيها الشيطان، يعني أنا برفضك ومش عاوز أبقى تبعك يا شيطان أبدا. وبعد كده لما يبصوا للشر كأنهم يبصوا للمسيح والسماء، يعلنوا إيمانهم بالمسيح، وبيقولوا كلهم: نؤمن بربنا يسوع. أؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، والروح القدس. هو أبونا بيعمل إيه هنا يا عمو؟ أبونا بيصلي على جرن المعمودية صلوات كتيرة عشان تتقدس، يعني ده قداس كامل للمية. وكمان بنحط جوه المية زيت الميرون، فيبقى الروح القدس كمان في المية. بعد كده أبونا ياخد النونو ويغطسه في جرن المعمودية ثلاث مرات، زي ما بابا يسوع قال: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.
ولما بيطلعه من المية بيرشمه بزيت الميرون في كل حتة في جسمه، 36 رشمة. كده خلاص يا عمو؟ لا 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 يا ابني، ده أبونا لسه لازم يلبسه لبس أبيض جميل عشان بقى يبقى شكله حلو قوي، ويبقى الناس عارفة أنه بقى زي الملاك، مفهوش ولا خطية ولا حتى الخطية اللي خدها من أبونا آدم. وأبونا يحط الشريط الأحمر اللي اسمها الزنار عشان يفكرنا أنه اللبس الحلو ده كان أساسه دم بابا يسوع. طبعا النونو بعد ده كله لازم ينام. دلوقتي بقى النونو بقى خلاص مسيح وابن ربنا، فينفع يتناول، وبعد المعمودية يدخلوا القداس ويتناولوا، وفي آخر القداس كل الناس فرحانة قوي لأن النونو ده بقى ابن ربنا، نعمل له زفة ونلف بيه في الكنيسة ونقول له أنت أكسيوس يعني قديس، أو أنت أكسية يعني أنت قديسة، عشان بقيت ولاد ربنا. طب أنا عندي سؤال يا عم سانتو، مش في قديسين ما تعمدوش، ازاي دخلوا السماء؟ ده سؤال حلو قوي. هما فعلا ما تعمدوش زينا، بس امنوا بالسيد المسيح وتعمدوا معمودية بنسميها معمودية الدم، يعني هما ماتوا فعلا مع ربنا يسوع وكأن دمهم ده معموديته. طيب مش هتقولي بقى يعني ايه سر الافخارستية والميرون؟ لا، دول بقى هتعرفهم في الأبواب اللي جاية. يلا أصحابي نحفظ مع بعض آية النهاردة: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. إنجيل متى صح 28 الآية 19.